يعني مثلا لو جينا مثلا ادينا مثلا مثال عن الميزان، اوكي، اللي في النص دول هم لو جينا مثلا اول 10 ايام في الميزان اللي هم في شهر 9، ده بيبقى 9 يعني عذراء وميزان، فالاثنين اذكياء. وبتاع شهر 10 اللي هو البيور اللي هو من 1 ل 10 ذكي جدا. وكمان تعرفوا ان برج الميزان من الابراج القويه جدا سواء الست او الراجل، علشان اللي قبله عذراء واللي بعده عقرب، والاثنين بالنسبه له اذكياء والاثنين بيساعدوه. فاهمه حاجه؟ برج الميزان اوكي، برج الميزان قبله عذراء تمام، وده ذكي وذكي جدا، بتكلم على الراجل ماشي. راجل العذراء ذكي، وراجل الميزان ذكي، وراجل العقرب ذكي تمام. فاللي قبله واللي بعده فالميزان أسكي. اللي قبله ذكي جدا، فدوت قصدي اقول 30 يوم كل 10 ايام في الميزان اذكياء جدا. اوكي، ده مظبط نفسه ده عشان تعرف اي خبره. لعلمك راجل الميزان، راجل الميزان هو انت بتقولي ان هو انت شايفاه، طيب لا هو ساكت، هو سايلنت طول الوقت. هو ساكت بس هو عارف بيعمل ايه، هو بينفذ، هو ما بيتكلمش يعني. هو عكسه، انت بتتكلم وما بتعملش، هو بقى بينفذ. يعني هو يقول لك انا اتكلم ليه، طب ما الناس كده هتعرف وكده هتعرف، ما استنى لما انا اخلصها عشان يبقى ضامن انها تخلص بقى، ما تجيش عين بالظبط كده، وكده هيعرفوا وكده هيعرفوا. صح، بيستنى بقى ان هم يعرفوا هو عامل الحاجه، وده انجح. صح، لان تبقى الحاجه اوريدي حصلت. مش لاب 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 وممكن ما تحصلش. صح، صح جدا كمان.